مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار إلى العناوين. الفريق سايد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقنية الروسية ديمتري شوغايف وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين في صلب اللقاء. رئيس المجلس الدستوري يؤكد أن تعديل الدستور يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبرز أن عملية التحسيس للاستفتاء على تعديل الدستور من صلاحياتها، والحملة الانتخابية تكون وفق الضوابط التي وضعتها السلطة. وزير العدل يؤكد أن التعديل في قانون الإجراءات الجزائية يعزز التعاون مع القضاء الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة. مناطق الظل بأم البواقي تعاني نقصاً في التزود بالماء الشروب وربط بشبكة الغاز والكهرباء الريفية في انتظار تجسيد 46 مشروعاً حيوياً. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، استقبل السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي ديمتري شوغايف مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا. هذا اللقاء يأتي على هامش الاجتماع التحضيري للدورة 19 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية المزمع انعقادها بفيدرالية روسيا قبل نهاية السنة الجارية. خلال هذا اللقاء أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر هذا الاستقبال كل من رئيس دائرة المؤن ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي والمدير المركزي للعتاد العسكري ومدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطنية ومديرين مركزيين وكذا أعضاء اللجنة الحكومية المشتركة. وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية، ووقع السيد ديمتري شوغايف على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي. في إطار تعزيز الروابط الإنسانية والتضامنية بين الجزائر والنيجر وعلى إثر الفيضانات الأخيرة التي مست العديد من المناطق في دولة النيجر والتي خلفت خسائر بشرية ومادية، خصصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أمس طائرتي شحن عسكريتين لنقل مساعدات إنسانية تتمثل في 500 خيمة لفائدة الشعب النيجيري، انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفريك بالناحية العسكرية الأولى، على أن تتبع هذه العملية بشحنة ثانية اليوم. تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات تندرج في إطار تقوية أواصر الأخوة والصداقة مع دول الجوار، وتؤكد مرة أخرى عزم الجيش الوطني الشعبي على عدم ادخار أي جهد للمشاركة في مثل هذه المبادرات الإنسانية من خلال تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل المادية المناسبة.
خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن مشروع تعديل الدستور الذي يعد خطوة أساسية على درب الجزائر الجديدة ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتمشى مع الدستور الجديد. هو تأكيد على المكانة الهامة التي ستحظى بها هذه الهيئة الدستورية في الدستور الجديد، وكذا الرغبة في إضفاء الطابع القضائي على هذه الآية التي تسهر على احترام القانون وتضمن الرقابة على دستورية القوانين وتحمي حقوق وحريات المواطنين مع الرقابة البعدية اللي زادها لها الدستور المنصوص عليها في المادة 195 من مشروع التعديل التي جاءت تحمي حقوق المتقاضي أثناء أي محاكمة. المادة 195 تنص على أن المتقاضي أثناء أي محاكمة مدنية جزائية أو إدارية أن يثير بأن الحكم التشريعي مآل النزاع ينتهك حقوقه وحريته. في هذه الحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة يرسل هذاك الدفع بعدم الدستورية للمجلس الدستوري اللي هو يقدر يفصل فيه يقول أما هذا الحكم التشريعي دستوري أو غير دستوري. أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شورفي أن عملية التحسيس للاستفتاء تعد من بين صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما أن الحملة الانتخابية في مجال الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور تكون وفقا للضوابط التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. حمزة أحمد بالقصة. من منطلق ترقية الفعل الانتخابي والمساهمة في إنجاح هذا المسار الانتخابي، عدة ضوابط وشروط أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتنظيم الحملة الانتخابية في مجال الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، مؤكدة أن الحملة تتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تحديد 7 أكتوبر تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي في 28 من نفس الشهر. كما حدد القرار الجهات التي تتولى القيام بالحملة الانتخابية، حيث سيكون الطاقم الحكومي من بين هذه الجهات على أن يرسل برنامج الحملة الانتخابية إلى رئيس السلطة. الأحزاب السياسية هي أيضا يخول لها القيام بالحملة الانتخابية وفق شروط محددة، منها أن تحوز كتلة برلمانية على مستوى 1 غرفتي البرلمان، أو أن تحوز 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان، أو أن تحوز مقاعدا في المجالس الشعبية المحلية. كما يمكن القرار الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل بالقيام بالحملة الانتخابية، هذا بالإضافة إلى الشخصيات السياسية يمكنها أن تساهم في شرح والتعريف بمشروع تعديل الدستور. وللمشاركة في الحملة الانتخابية يتعين على الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية تقديم طلب مرفق بالوثائق وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة 5 أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية، فيما تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، بالإضافة إلى ضبط كيفية الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من خلال استخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة. كما يتم تحديد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أما بخصوص الإشهار في الخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. هذا وتؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن القيام بعملية التحسيس والحملة الانتخابية يخضع لتأهيل مسبق من قبلها. وفي إطار تبسيط تلفزيون الجزائري لمضامين مشروع تعديل الدستور للمواطن، يستعرض رامي عامر أبرز ما ورد من تعديلات بخصوص دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وصلاحياتها.
ضمان شفافية الانتخابات واستقلاليتها شكل أحد أبرز النقاط التي حظيت بالنقاش والإثراء في مشروع تعديل الدستور، وفي ذلك عمد مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء إلى منح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صبغة دستورية تتمتع فيها بالاستقلالية التامة كما جاء في المادة 200 منه بوصفها مؤسسة مستقلة. وتضبط المادة 201 طبيعة تشكيلتها بحيث يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية للانتخابات وأعضائها لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد شرط أن يكون الأعضاء دون أي انتماء حزبي. وتوضح المادة 202 من مشروع تعديل الدستور اختصاص هذه السلطة إذ أنها الوحيدة التي تتولى مهمة تنظيم المسار الانتخابي كلية، تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها، وهي الوحيدة المخولة بمهام التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها وفرز صناديق الانتخاب والبت في النزاعات الانتخابية. وفي المادة ذاتها نشاط السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يبدأ من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع، في حين يلزم الدستور السلطات العمومية المعنية أو بتقديم الدعم الضروري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كانت هذه كلها مواد جديدة أدرجت في مشروع تعديل الدستور وخصت بدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. برلمانيا عرض اليوم وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، وجدد الوزير التأكيد بالمناسبة أن هذا المشروع يندرج في إطار الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه. وزير العدل أكد أيضا أن التعديل في قانون الإجراءات الجزائية يعزز التعاون مع القضاء الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة. يهدف هذا الأمر إلى إرساء الأسس القانونية لتخصص قضائي يرتكز على مجال اختصاصي نوعي ضيق ومقلص يتجلى من خلال إنشاء هيكلين قضائيين متخصصين على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويمتد اختصاصهما إلى كافة إقليم الجمهورية، الأول تحت تسمية القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يختص بمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، والثاني يختص في مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. سيدعم هذان الهيكلان المنظومة الوطنية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، وسيشكلان بحكم اختصاصهما الوطني دون شك نقطتي اتصال بامتياز في مجال التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال استرجاع الأموال المنهوبة خارج الوطن. عقدت اليوم لجنة شؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا برئاسة عبد الحميد سعفيف رئيس اللجنة، خصصته لدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين في المجلس الشعبي الوطني المقدم من قبل وزير العدل حافظ الأختام. ودرست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، وناقش الأعضاء التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وقررت السماع للنائبين المعنيين غدا الأربعاء. في ملف الاستثمار، وحدة إنتاجية للمواد الغذائية التحويلية مختصة في صناعة الصلصات بأنواعها بمنطقة الهاشمية بولاية البويرة، استثمار واعد حظي بدعم من الدولة لأهميته في استيعاب الفائض من المنتوجات الفلاحية وفي جلب العملة الصعبة من خلال التصدير. وهبة دندني.
بطاقة إنتاجية تقدر بخمسة أطنان في الساعة يشتغل هذا المركب لصناعة التحويلية المختص في إنتاج مختلف الصلصات إلى جانب مواد غذائية أخرى. كل الصلصات متوفرة عندنا من المايونيز، كاتشب، الموطارد، الصلصات العرقية، الخل، الأجبان، حتى الصلصات الحمراء للبيتزا، المكرون. عندها شقين، الشق الأول هو لإنتاج البيض ثم تحويلها إلى منتوج صناعي. كمديرية الصناعة والمناجم نقوم بتشجيع هذه الاستثمارات لأنها تقوم بتحويل المنتوج الفلاحي المحلي إلى منتوج مصنع يسوق في الداخل ويصدر إلى الخارج. المشروع الذي لقي دعماً ومرافقة من قبل الدولة، فإلى جانب مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني يتوقع له جني أرباح من العملة الصعبة. الدعم اللي تلقيناه مول 50% من الآلات الموجودة في هذا المصنع. المشروع صمم باش يكون 30% من المنتوج يتوزع على المستوى الوطني عبر 48 ولاية، و70% باش يكون للتصدير. راح نبدا التصدير لألمانيا، لفرنسا، ولسبع بلدان إفريقية. توسيع المشاريع الخاصة بالصناعات التحويلية من شأنها امتصاص الفائض من المنتوجات الفلاحية. أزيد من 270 منطقة ظل تعاني عجزا ونقصا في الهياكل والمرافق العمومية تم إحصاؤها بولاية أم البواقي، ولسد هذا العجز باشرت السلطات في تجسيد 90 مشروعا تنمويا. أكثر تفاصيل مع عبد العزيز علي. 270 منطقة ظل بولاية أم البواقي تشهد نقصا في الربط بمياه الشروب، الغاز الطبيعي، الكهرباء الريفية، تعبيد الطرقات وقلة المرافق العمومية. نطلب من الدولة تعاوننا شوية، خاصة المناطق الظل. الخدمة ما عندناش، نطلب من الدولة تعاوننا، تعطينا العمل للشباب، هذا دير لنا العمل. سينا 572 عملية، يعني هناك عجز في مختلف المرافق خاصة المرافق العمومية. من بين 264 هذه العملية اللي تم إحصاؤها، المبلغ المالي الإجمالي نتاع العجز اللي راه عندنا تقريبا 7 مليار و800 دينار، يعني 780 مليار سنتيم. إضافة إلى النقص في بعض ضروريات الحياة اليومية، بلدية مناطق الظل تنعدم فيها المرافق الشبانية، حال بلديتي الجازية والضلعة، فخصصت لها السلطات غلافا ماليا وفق برنامج استدراكي. راهو المواطنين هاجروا حتى راحوا للبلديات اخرى لبيت مسكانه لانه ما عندهمش الماء. عندنا كذلك مجمع سكني فيه شي ولاد عرامه ما كانش فيه الغاز. احنا ما عندنا والو، لا عندنا استاد نلعبوا فيه، ما عندنا دار شباب، مع لابيسين وعدونا بها وما كانش. استاد عرمل كيما نلعبوا واحد كيما يطيح يتجرح. اذا كفوا ان شاء الله بهذه كل المناطق، واستطعنا من خلال تجنيد مصادر التموين بتجنيد تقريبا 1.8 مليار سنتيم، اللي راهي فيها تقريبا 46 مشروع اللي راه في طور انجاز، اللي انطلقنا فيها في ارض الواقع. 45 اخرى عمليه اخرى اللي غادي نزيدوا نتكفلوا بها من هذا المبلغ اللي تم تجنيده. اغلب مشاريع تدارك النقص وفك العزله عن المناطق النائيه بام البواقي ساريه الانجاز على غرار الربط بالغاز الطبيعي لازيد من 14 تجمعا سكنيا. إلى ولاية إليزي وبالتحديد بلدية برج عمر إدريس، حيث أطلقت بها خدمة البث الرقمي الأرضية التلفزية لتمكين سكان المنطقة من التقاط بث قنوات التلفزيون الجزائرية بصورة عالية الدقة. نيلة حلفة. Dans le souci d'améliorer la qualité d'image des chaînes de la télévision publique, il a été procédé à la mise en place dans la commune de Borj Omar Driss, dans la wilaya d'Elizi, de nouveaux équipements pour la diffusion de la télévision numérique terrestre TNT. Une mise en service assurée par la direction régionale de l'entreprise télédiffusion d'Algérie à Ouergla.
دوليا في فلسطين داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري ومعسكر سالم غرب جنين ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها كما أقدمت على اعتقال 3 فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم فتى. أخبار دولية أخرى تتابعونها مختصرة بتوقيع ملك سحقي. في الولايات المتحدة الأمريكية لقي 3 أشخاص حتفهم اليوم في حرائق كاليفورنيا، وهو ما تبعه إصدار أوامر إخلاء جديدة لآلاف السكان. الحرائق التي اندلعت منذ أوث الماضي في أنحاء الغرب الأمريكي أدت إلى وفاة 35 شخصا على الأقل، غالبيتهم من ولايتي كاليفورنيا وأريغون. تستمر المعارك بين أذربيجان وأرمينيا على عدة محاور من خط التماس في إقليم ناغورنو، وقد حاولت القوات الأرمينية استعادة المناطق التي خسرتها، لكن الجيش الأذربيجاني تصدى لهذه المحاولات وأجبر القوات الأرمينية على التراجع، ولا تزال المعارك المتفاوتة الشدة مستمرة. إلى لبنان، وبعد شهرين من الانفجار تحاول بيروت اليوم لملمة أنقاذها وإعادة الحياة إلى المدينة التي تغيرت ملامحها وحياة ساكنها. إعادة الإعمار التي قدرت بحوالي 1.7 بليون أورو هو ما لا تملكه الحكومة حاليا بالرغم من المساعدات الدولية. إلى وهران، حيث جزر حبيباس الساحرة والتنوع البيولوجي والإيكولوجي وسط مناظر طبيعية وبحرية آسرة. دليلنا في الرحلة كمال سويك. أجمل وأكبر الجزر الجزائرية تقع على كيلومترات فقط من سواحل مدينة وهران. الجزر تم تصنيفها في 2003 كمحمية طبيعية بحرية. سوف نتعرف اليوم على جمال مناظرها ونتعرف أيضا على تنوعاتها البيولوجية مع جمعية بربروس. محمية يتوافد عليها بانتظام أعضاء الجمعية البيئية البحرية بربروس. C'est-à-dire, à force de plonger, on a constaté que les fonds étaient un peu dans une dégradation un peu avancée. لاحظنا وجود نفايات كثيرة من خلال غوصنا، فقررنا إنشاء هذه الجمعية لتنظيف أعماق البحر. اليوم سنتعرف على جزر حبيبة التي تبلغ مساحتها 60 هكتارا. أكبر الجزر الجزائرية تستقبل زوارها بمناظر ساحرة، شواطئ رائعة، مياه نقية، ولكن ما تخفيه جزر حبيبة في أعماقها هو أجمل وأروع. للتعرف على هذا التنوع البيولوجي البحري قررنا الغوص مع أمين. غادي نروحو من الجهة الغربية ونطلقو روحنا مع الكورون، داكوغ؟ دونك بروفوندور ماكسيموم اليوم سي 20 متر. ثروة رائعة من نجوم البحر، مرجان بألوان مختلفة، قنفذ البحر الأرجواني، أسماك ونباتات متنوعة. ثروة بحرية وحيوانية، تسكن جزر حبيبة طيور مختلفة كالنوارس وصقور الإليونور، يقوم سفيان برصدها وتعدادها. صقور الإليونور التي تعيش في هذه الجزر تقضي فصل الصيف هنا، وبين أكتوبر ونوفمبر تهاجر هذه الصقور نحو مدغشقر، ثم تعود بعد ذلك إلى جزر حبيبة للتكاثر. تنوعات بيولوجية تسهر بربروس على الحفاظ عليها، ولتذكير الزوار بأهميتها وضعت الجمعية هذه اللافتة عند دخول الجزيرة. ونختم النشرة بذكرى رحيل الفنان الشاب حسني الذي ما تزال أغانيه متداولة ويرددها الشباب في كل مقام. سارة عبد الصدوق. مرت سنوات عدة على فراق الفنان الشاب حسني، والذي لقب في زمانه بسلطان الأغنية العاطفية. خلون حسني، أنا من اللي نعرفه هذا كان يقرأ في حمو بوتيليس، إنسان مربي قاري
واعي ستان فوتبولر لعب مع لفسيو لعب مع العظم إنسان مخلق. شاب حسني الله يرحمه نعرف عليه عامة إنسان خالق سواء في المعاملة تاعه سواء في الهضرة تاعه سواء في الكومينيكاسون تاعه مع تول مون. وإنسان اللي نشهد عليها ونعرفها خاطش قرا معايا في كومبيتر. إنسان يبغي الخير تول مون. البوبليك ولي يحكم عليه، الشعب ولي يحكم عليه، فاهمني؟ كل واحد حر في نفسه. سمعت؟ كما يقول كل واحد ويدوق واش ما يبغي كما يبغي، يسمع واش ما يبغي. دونك هو لو كان ما عجبهمش فاهم كلامه والموسيقى وقلتو المعاملة تاعه وكاع ما الناس ما تقربلاش وما تبغيش ما تحباش. امتاز حسني في طابعه بترجمة أحاسيس الشباب، وذلك ما جعله يكسب شعبية كبيرة إلى يومنا هذا. وحنا ما حضرناش عليه، أنا زيد في 95 ما حضرتش عليه، بصح شغل كاين الناس. أنا الشيباني تاعي الشيبانية تاعي كي كانوا يحكولي عليه غير في الخير، بلي إنسان كان يعاون وتعيط له في عرس عندك ما عندك شي يجي يغني لك. حكاولي عليه ناس يعني كبار اللي كبار عليا من الوالدين الخوالي العمامي على الشاب حسني كي كان هنا في قنبيطة. كان إنسان خالق جدا، إنسان قليل ويبغي المساكين ويعاون المساكين. في مثل هذا اليوم انطفأت شمعة فنان لطالما زرع الأمل والسعادة في قلوب محبيها. ختام النشرة إلى التذكير بالغنوين. الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي ديمتري شوغايف، وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين في صلب اللقاء. رئيس المجلس الدستوري يؤكد أن تعديل الدستور يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية. والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبرز أن عملية التحسيس للاستفتاء على تعديل الدستور من صلاحياتها، والحملة الانتخابية تكون وفق الضوابط التي وضعتها السلطة. وزير العدل يؤكد أن التعديل في قانون الإجراءات الجزائية يعزز التعاون مع القضاء الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة. مناطق الظل بأم البواقي تعاني نقصا في التزود بالماء الشروب وضبط بشبكة الغاز والكهرباء الريفية في انتظار تجسيد 46 مشروعا حيويا. في أمان الله.